كابتن شريف، شوط اول اقول ان هو شوط عادي الحقيقه من النادي الاهلي. من الناحيه الفنيه ايه رايك؟ الناحيه الفنيه انا كنت بطلب قبل الماتش ان يبقى عندي انياب هجوميه. ايوه، حتى لو انت اسلام بسالك السؤال ده عشان كده. انا حتى لو انت ما عندكش اللعيبه النهارده تقدر تتحرك لبعض ويقدروا يعملوا المثلثات اللي احنا كنا متعودين عليها، اللي بين قفشه وديانج وسوليه، اللي هي كان بيبقى في الشكل اللي انا بعمل الوقت والباص، الباص التحضير كنت بتلاقي الباك ليفت بتاعك هو الوينج ليفت بتاعك، فبتعمل له كوره عرضيه فبيعمل عرضيات بزياده عدديه. انا ما عنديش زياده عدديه النهارده موجوده خالص اول تايم، حتى لما بتعمل كوره طويله ما فيش غير مروان اللي واقف لوحده. لما بقى لك شكل باتنين فراوده، وانا بقول قبل الماتش ليه كنت عايز العب بالشكل ده، اجازف والعب بالشكل ده ليه؟ اضحي بحد انت ضحيت بيه تاني تايم من نص الملعب، اضحي باحمد الشيخ مثلا ويبقى ديانج هو اللي موجود جنب عمرو، ويبقى احنا بنلعب ب 4 3 2 كويس؟ هو ده الشكل اللي احنا كنا عايزين نبقى بنوصل فيه. ليه؟ لانك انت لو الدنيا قفلت معاك اجهاد كده لازم نتكلم فنيات كوره بقى. هعمل انا ايه؟ هحضر بكره طويله، الراجل ديانج ده بياخد كل الكور العاليه لمروان وبيعملوا حاله بينهم وبين بعض تفتت التمركز اللي معمول من الديفندر بتاع سموحه. يعني لا في ديفندر هيهجم عليك وانت عندك اتنين فراوده، وانت تعلم الكلام ده كله استاذنا الكبير، يعني عندنا اتنين موقفين خط بحاله، يملكوا السرعات، يملكوا الهيدرز، يملكوا كل حاجه، يملكوا التواجد لاي عرضيات جايه من محمد هاني او من ايمن اشرف في الزحف اللي كان بيحاول يعمله، والزياده العدديه اللي كان مش لاقيها من نص الملعب فكان هو بيحاول يعملها في اول هاف تايم ما عندوش. حتى مروان كان بينزل يا اسامه لغايه الباك رايت ساعات ولغايه الباك ليفت ساعات، وسايب المنطقه بتاعته تماما. انما لو في سبورت، ونحن زي ما قلنا مش عايزين نوصل ان احنا نلعب في الهاف تايم الثاني بالاثنين فراوت، طب ما انا من الاول. وده مش تعقيبا على الجهاز الفني، لا، هي دي الامكانيات اللي احنا شايفينها على الورق عندك، استغلها كلها. دخل بادج جوه الحكايه، دخله تحت مسؤوليه، دخله تحت تنفيذ، دخله تحت مطالبين منك شغل النهارده شكله 1 2 3 4. يعني هتلاقي الحكايه بدانك بالنسبه اللي هو السؤال بتاع اسلام، طب وبعدين يوم السبت هنعمل ايه؟ يوم السبت هنكون استفدت النهارده من الشكل بتاع تاني هاف تايم ده، ان هو هيقدر يعمل حاله تعويضيه، هيقدر يركز بقى يشوف ايه الحالات اللي انا اقدر تبقى بديله بالنسبه لي تاني تايم، مش الحالات اللي هي الاساسيه بالنسبه لي. الاساسيه بالنسبه لي البلايرز بادجي، مروان، انا مش بقول لك مروان اهو، مروان عشان بادجي موجود كويس، وليد، سوليه، ديانج، قفشه، هم دول لعيبه الكوره اللي انا اقدر اهدد بيهم اي حد في العالم. لا ان شاء الله يلعب لي نص ساعه 45 دقيقه، دول هيخلصوا لي الجيم، هيعرفوا يعملوا شكل الضغط على الفرق، ويملكوا كلهم دفاعيا وهجوميا الحقيقه. ولما بيركزوا بيبقى عندهم النيرف والروح وكده، بيعوضوا اسلام في اي وقت يعني. فهو ده الشكل اللي احنا كنا بنتمناه. الراجل طبعا بحاله الارهاق، ما هو بني ادم زي اللعيبه يعني، هو بيشوف ان هو عايز كوره واحده من احمد الشيخ، كوره يخلص بيها الماتش، قفشه كوره. انا اتعلمنا كده ان كل لاعب فينا لو لعب كوره واحده صح في المباراه يخلص جيم. فهو بيعمل كمدير فني في كل لعيب بينزله ان هو شاف منه قبل كده حاجات على راس 18. حسين الشحات ده عمل شكل كويس قوي في المباراه اللي قبلها. النهارده كان لازم يكون عنده النيرف وتحمل المسؤوليه، لما يبقى في لعيب ليه صيت وليه شكل في الملعب هو اللي بقى صاحب انه يخلص المباراه، ما بستناش انا اعتمد على اي حد تاني، يبقى عندي النيرف وبدوس وبعدي واخد ضربه جزاء والعب بالعرضيات ابقى مركز 200%. ده ان شاء الله باذن الله في المباراه الجايه نتمناه يبقى موجود يعني.